مليون مبروك لرجال كرة السلة، التأهل لفاينل البطولة العربية. مباراة كانت عصيبة جدا جدا، لو كنت بتفرج على طول المباراة وانا واقف على طراطيف صوابعي كنت حاسة ان في حاجة غلط. اليوم النادي الاهلي ما كانش في احسن حالاته، نادي الكاظمة الكويتي لازم نديله حقه لانه فعلا فريق مميز جدا ولعب بروح عالية جدا. الكوارتر الاول والتاني انتهى لصالح الكاظمة، وصل فرق النقاط لعشر نقط، يعني طبعا ده فرق اكيد مش صغير ابدا. يعني النادي الاهلي وجرينتا النادي الاهلي قدر ان هو يستعيد الكوارتر الثالث وكسب بفرق 1 بوينت، وطبعا ده اكيد فرق صغير جدا وما شاء الله عليهم، انهوا المباراه بنتيجه 95-91. كل التوفيق ان شاء الله في المباراه الاخيره، ولكن عندنا نقاط ضعف لازم نركز فيها. النادي الاهلي ما كانش مركز اليوم، كان بيفقد الكوره بشكل كبير جدا، ما كانش احلى حاجه على ريباوند، ما كانش كويس. كنت بشوف ان المحترف بتاع النادي الاهلي مايكل ما كانش في احسن حالاته اليوم، كوارتر اول وتاني تقريبا خارج نطاق الخدمه، ابتدى يقف على رجله شويه في الكوارتر الثالث، ولكن برده ما كانش اللاعب المؤثر. وشفنا كتير والتر هوج كان بيبقى على البينش قاعد، فأنا مش عارفة ايه السبب، هل هو عنده إصابة ولا هو بيحاول يريحه علشان الفاينل؟ موضوع مش مفهوم بالنسبة لي، ولكن الحمد لله ان هي خلصت على خير. موضوع المحترفين يا جماعة ده بالنسبة لي بتكلم عليه لما بتكلم على الباسكت كتير، لان لازم المحترف بتاعك يصنع الفارق. طبعا إيهاب أمين الماجيكو يعني ما شاء الله عليه، يعني حاجة كده الله أكبر، ربنا يحميك يا رب. مفترض ان اللاعب المحترف بتاعك هو اللي يكون بيحدث الفارق، زي ما شفنا مع الكاظمة الكويتي عنده اثنين محترفين على اعلى مستوى، ويليامز او كيفن ميرفي. بالتحديد كيفن ميرفي ده يا جماعة مخوف مرعب، يعني مكنة للثلاثيات من اي حتة، يعني من قبل نص الملعب، يعني نص ملعبنا كده بيبقى واقف بيجيب ثلاثيات جبار جدا. فعلشان كده فعلا لازم المحترفين بتوعك يكونوا على اعلى مستوى. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده في موضوع كرة السلة، ولكن كان لازم نبدأ بيها الحلقة ونقول مبروك لانهم يستحقوا التحية، واللي يستحق التحية والاشادة الاكبر هم الجمهور العظيم اللي عامل ملحمة من دي وان، وهو بيساند وبيشجع وبيآذر ضد كل الصعوبات. البطولة كان مفترض ان هي فور فري، فجأة لقوا ان في اسعار للتكتس بقت بدينار ونص. ناس ما تستقلش بالرقم ده، مش جنيه ونص، يعني انت بتتعامل مع الدينار الكويتي فهو اكيد رقم، بعدين وصل 4 بعدين تضاعف ل8، فرقم كبير جدا جدا. انت بتتكلم في 500 جنيه عشان تدفع التكت 500 جنيه في ماتش باسكت، فاكيد الموضوع يعني انت ككره قدم ممكن يعني تستكتره وما تدفعوش. فبنقول لهم يعني بجد البطوله دي ان شاء الله الاهلي لما يحققها اكيد هيهديها لكم، لان انتوا اللي عاملين الملحمه وعاملين العظمه والدعم الكبير جدا لفرقتكم. انا من مكاني هنا لازم اقول لكم ثانك يو. نادي الاهلي عنده بكره مباراه هامه جدا جدا، ومحدش يقول لي ان هي سهله، علشان انا شايفه أجواء كتيرة من الاحتفالات والناس متحمسة جدا. أنا متحمسة وسعيدة متفائلة، ولكن ما ينفعش تقلل من المباراة، ما ينفعش إن أنت تقول اتحسمت، لأن فكرة الحسم دي المباراة من شوطين، شوط أول نادي الأهلي كسب والشوط الثاني لسه بكرة إن شاء الله. أتمنى إن النادي الأهلي يكسب، وأتوقع إن هيكون مكسب كبير وأداء مميز جدا، استعدادات قوية جدا من كولر، ولكن ما ينفعش إن احنا نقول خلاص تم الحسم، هي شوطين، شوط أول حسمته الشوط الثاني لازم نستنى ونشوف، علشان في فرق كتير جدا بتتغلب على ارضها. مش معنى كده ان هي فريق ضعيف، بالعكس هو فريق كبير ومحترم ممكن يعمل جرينت عليك على ملعبك. فبالتالي يا جماعه لازم المباراه تاخد حجمها الطبيعي، فبلاش نقلل منها ونقول لا خلاص هي اتحسمت. كولر دماغه عجباني جدا في فكره ان هو قافل على الفريق بتاعه، فكره ان هو ما بيطلعش اخبار، الراجل ما بيتكلمش كتير، وانا بحب قوي المدرب اللي ما بيطلعش وبيتكلم وشاغل باله قوي بالسوشيال ميديا والكلام ده، بالذات في الاوقات الصعبه، علشان انت كل تركيزك بينصب تجاه الفريق، فحاجه محترمه جدا جدا منه، وانا احترم ده ومش هتكلم كتير، ولكن غالبا غالبا هيكون البدايه زي ما لعب المباراه الاولى. خلينا نتكلم على مباراه الاهلي والاسماعيلي، عشان كان في حد بيسالني وبيقول لي خلاص الموافقات الامنيه جت وهنلعب على ملعب استاد السويس. اعتقد ان الكلام ده يا جماعه مش حقيقي ومش صح خالص. المباراه باتجاهها للعب على ملعب برج العرب as usual زي ما تعودنا، ولكن انا بطالب كل الجهات ان حق النادي الاهلي يلعب على ارضه وعلى ملعبه. انت مش عارف تجيب الموافقات الامنيه ان انت تلعب ولا على ملعبك ولا على ملعب السويس ولا على اي ملعب، يعني مفيش حد مديك الموافقه الامنيه. انا كنادي اهلي قادر ان انا اجيب الموافقات الامنيه ان انا العب على ملعبي، فانت بتحرمني من حقي
وانا بطالب ان كل مسؤول لازم يطلع ويتكلم، وده حقنا وابسط حقوقنا. هو ليه النادي الاهلي ما بيلعبش على ملعبه في مباراه الاسماعيلي؟ خليني اكلمكم في قصه تانية مهمه جدا، وهي قصه برونو سافيو. انا بحاول اجاوب على الاسئله اللي بتجيلي والناس اللي قالت لي ان القرار خلاص، ده في ناس قالت لي ان في حبس، يعني انا مش عارفه الكلام ده جه منين، حاجه غريبه جدا يا جماعه. ما فيش قرار لحد دلوقتي خالص، لسه الموضوع فيه كلام كتير جدا، لسه في جلسه هتكون مع برونو سافيو، سواء اللاعب هيسافر او هتكون عن طريق ميتنج يعني على الانترنت. طيب فاحنا لسه هنستنى ونشوف. وانا اتكلمت معاكم في العقوبه، لو العقوبه اقل من 3 مباريات او 3 مباريات فبالتالي خلاص دي تتنفذ هناك ومفيش اي مشكله مع النادي الاهلي، ولكن لو في عقوبات اكتر من 3 مباريات اكيد الاتحاد البوليفي هو اللي هيحدد العقوبه هتكون ايه والايقاف هيكون مصيره ايه. وحابه اقول لكم كمان ان الكلام ده او القرار ده وقت ما هيطلع هيكون فيه لسه نقد من اللاعب او نقد من اللاعب. طيب فلما يبقى فيه قرار طالع هقدر اطلع واتناقش معاكم واقول لكم حقيقه الامر، لان ستيل ما فيش اي قرارات طلعت، فبلاش نستعجل والكلام ده كله مش حقيقي ومجرد يعني تشتيت والهاء اللاعبين، يعني ان كيس اللاعب بيتفرج وبيتابع فاحنا نبتدي نشتته ونخليه يخش في سكك وما يركزش في مباريات الهامه اللي جايه بالوقت الحالي. زي ما تعودنا قبل كل مباراة مهمة لازم تطلع بالونة كبيرة قوي نفضل نتكلم فيها وتفرقع بوش الأهلوية بالأخير، تشتيت وإلهاء ويعني حاجة بقت فوق الوصف. اللي بيزعلنا أكتر إن يكون حد محسوب على النادي الأهلي أو حد الجمهور النادي الأهلي بيحبه وبيقدره وبيحترمه، هو اللي بيطلع القصة دي أو هو اللي بيساعد على نشر القصة دي. وطبعا أنتوا أكيد فهمتوا أنا بتكلم على قصة محمد محمود. محمد محمود لاعب، مع كامل حبي واحترامي ليه والناس اللي متابعيني عارفه انا قد ايه بحب محمد محمود ورايي فيه، اتكلمت قبل كده وقلت ان اللاعب ده لاعب مهم جدا جدا واكيد هيبقى ليه دور وقت انه يقف على رجله ويكون جاهز بدنيا. ما ينفعش ان احنا نطلع بالموضوع بالوقت الحالي، ما ينفعش ان احنا نأفور قوي ونزود قوي وكانك بتتكلم على استبعاد ميسي من الفريق، يعني ما ينفعش خالص. كولر شايف ان اللاعب مش بالجاهزيه البدنيه اللي تؤهله انه يكون موجود في النادي الاهلي دلوقتي، وحتى الفترة بتاعت الإعداد اللاعب برضو موصلش للمرحلة اللي كولر عايزها. أنا واحدة من الناس حضرت التمرين قبل مباراة الاتحاد المنستير وشفت إن اللاعب فعليا تقيل جدا وبطيء ولسه موقفش على رجله. طيب فخلينا نكون بنتكلم بشكل موضوعي بعيدا عن العواطف والحب. هو ما حطوش يا جماعة في النوتي كورنر فكرة ان هو يطلعه او يستبعده انه يتمرن لحاله، ده حاجة عادية جدا. وايه المشكلة في كده؟ اللاعب بيبقى موجود وبيتمرن ولكن منفرد. الازمة اللي انتوا عاملينها مش ليها اي لازمة دلوقتي او ملهاش اي لازمة دلوقتي انها تطرح او ان احنا نتكلم فيها، وما بتقللش من اللاعب ابدا. يعني هو قال انا عايزه يطلع اعره علشان يستعيد لياقته وحساسية المباريات وحاجات كتيرة جدا. النادي الاهلي ما قدرش ان هو، او المفاوضات ما كانتش احلى حاجه، كان في تعنت من بعض الانديه، كان في اوفر اللاعب رفضه، كان في اوفر تاني مجاني كده وتاخد وجبه ومش عارفه وعصير وحاجات كده عبيطه، فبالتالي النادي الاهلي طبعا قال لك دي مش من قيمه النادي ولا اللاعب فترفض، فبالتالي الموضوع ما حصلش فيه توافق. فما ينفعش نيجي نتكلم ان كولر هو السبب وكولر هو اللي عمل الازمه، موضوع عادي جدا. واللي يفجر الازمه يطلع كابتن احمد شوبير يتكلم في الراديو الصبح امبارح، بعد كده بالليل يستضيف نادر شوقي اللي بيصطاد في الميه اللي مش نظيفه خالص. وكعدته انا بصراحه ما بصدقش الناس اللي بتطلع وتعتذر وتقول وانا مالي يا لمبي والنعمه ما انا اختي منى، ده اللاعب ده انا اللي جبته، لا 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 مش انا. طبعا انتوا عارفين كويس قوي الهيستوري بتاعت نادر شوقي، فانا بالنسبه لي بشوف ان التوقيت مش مناسب ابدا ان انت تطلع وتتكلم في انتقالات شتويه لسه جايه، بتتكلم في شهرين ثلاثه يعني الموضوع ما راحش بعيد ولا حاجه. فاللاعب يقف على رجله يثبت حاله يوصل للمدرب بتاعه ان انا هنا وموجود واكيد هياخد فرصته، اكيد ما فيش عداء شخصي ما بين محمد محمود وكل المدربين اللي جم قبل اللي عندهم نفس الرأي يا جماعة. فاحنا خلينا نكون يعني صراحة مع حالنا ان كل المدربين اتفقوا على نفس الفكرة. ايه الداعي ان انا بالتوقيت ده اروح اجيب نادر شوقي واطلعه واخليه يتكلم ويقولك انا مستغرب جدا اللي حصل مع اللاعب ومستغرب جدا ازاي النادي الاهلي رفض العروض الجيده. انت شايفها جيده من وجهه نظرك انت، لكن ممكن يكون النادي الاهلي مش شايف ان هي عروض جيده، لا تليق باللاعب ولا تليق بالنادي الاهلي، فده رايك وجهه نظرك. اكيد وكيل اللاعب عايز ياكل عيش مش اكتر، فلما بيكون في اخفاق في اي ديل بيحصل انا زعلان على السبوبه اللي كانت هتطلع لي.
بس انا طبعا عندي اعتاب كبير جدا على كابتن احمد شوبير، ان هو عمال بيتك قوي على النقطه الصبح وبالليل، وانا شايفه ان هي مش حدوته مهمه خالص. في قضايا كتير جدا واهم بكتير جدا المفروض ان احنا نتكلم فيها ونفجرها بالوقت الحالي، بلس ان انت شايف الفريق اللي اكيد اكيد الناس كلها عارفه ان انت بتنتمي اليه، ان هو النادي الاهلي، حتى لو انت يعني على رئيس او على راس منظومه تانية، ودي برده بالنسبه لي ما كانش ينفع ان انت تبقى بتتكلم عن فيوتشر وتقول المفاوضات وانت تحسب على نادي فيوتشر. مش على الانتماء الداخلي، بتكلم على الانتماء الحقيقي او الوظيفي. انت مع نادي فيوتشر دلوقتي، فمنفعش ان انت اللي تطرح الموضوع وتتكلم فيه. فالموضوع فيه ازمه كبيره جدا بالنسبه لي وعلامات استفهام، يا ريت يبقى فيه توضيح بالوقت القريب. بلاغ للنائب العام وللجنه الاولمبيه ضد السيده هناء حمزه لتوجيهها اتهامات التزوير للنادي الاهلي، وطبعا هي اتهامات غير صحيحه بالدلائل وبالمستندات، وايضا لاستغلال منصبها لافشاء اسرار عقود اللاعبين. نادي الاهلي لما بيحب يرد ما بيطلعش يرد بالكلام، ما بيطلعش بمداخلات، ما بيطلعش باي هوهوا كده زي ما ناس كتيره بتطلع تصيح صياح كبير. نادي الاهلي بيرد بالقضايا بالمستندات وبالادله، وبيأدب المخطئ بطريقته وهي الطريقه القانونيه. ثانك يو للخطوه المهمه جدا علشان محدش بعد كده يتجاوز او يتطاول. انا مش فارق معاه خالص الناس اللي طالعه بتقول هيترمخ عليها وزي اللي قبلها، وهي قضيه زي ملايين القضايا. احنا نادي محترم، احنا عندنا اخلاقنا ومبادئنا، اللي بتمنعنا ان احنا نجعجع وان احنا نعلي صوتنا وان احنا نتطاول على حد بنفس اسلوبه، بتخلينا دايما ماشيين بطريقه معينه. فدي مبادئ النادي الاهلي اللي احنا تربينا عليها وبنحترمها وهنفضل نحترمها ونحترم القانون لاخر يوم، ملناش دعوه بغيرنا. في حته مهمه قوي عايزه اقولها علشان الناس اللي زعلانه مني وبتتكلم على قصه اني انا انتقدت بعض الناس اللي طلعت صور لهناء حمزه في احد الحفلات الخاصه، وانا قلت ان ده سلوك مرفوض تماما وان دي حاجه ما تصحش وما ينفعش ان احنا نتكلم على الحياه الشخصيه بتاعت حد. ناس بقى داخله وبترد وبتقول لك كنتوا فين لما عملت، وكنتوا فين لما قالت، وكنتوا فين من اواضي. فالمزايدات الحلوه اللطيفه الجميله دي انت مش متابع ومش عارف، فيا ريت ما تردش وما تعقبش على حاجه انت مش متابعها ومش عارفها. الحمد لله احنا حاضرين على طول، واقفين على طول، وبنرد على كل حاجه وطول الوقت بنقول، ولكن كل واحد واخلاقه، كل واحد وتربيته. في ناس تربيتها ان هي بتخش في الحياه الشخصيه وبتتصيد اخطاء، وممكن تكون انا من وجهه نظري ماليش علاقه، انا مش شايفه انها اخطاء. واحده راحت فرح لابسه دريس، لابسه اللي لابسه العفريت، انت مالك؟ هي حره في حياتها، هي حره في طريقه لبسها، هي حره في سلوكياتها. انا ما بنتقدش حياة شخصية بتاعت حد، انا بنتقد سلوكيات عامة. انت بتتكلمي عن النادي الاهلي، انا هطلع ارد عليكي في نطاق النادي الاهلي واللي يخصني. انت بتروحي فين؟ انت بتعملي ايه؟ واللي يقول لك السعادي طالما هي سمحت بالتصوير يبقى ده الناس تعمل، لا هي ما سمحتش بحاجه. وعلى فكره هي ممكن تقاضي الناس دي، لان فعلا لما حد ياخد لك صوره وانت في فرح ويطلع يحطها لك على صفحه رياضيه، لا دي اخلاقنا ولا دي سلوكياتنا. واللي يرد يقول اصل هي ابتدت فخلاص بقى يبقى ما ترجعش تزعل، براحتك خالص، دي وجهه نظرك ودي اخلاقك ودي تربيتك. انا تربيتي واخلاقي بتقول لي ان انا حتى لو في حد مخطئ وتجاوز في حقي هرد بأخلاقي أنا وبتربيتي أنا، ولازم أكون أنا قدوة حسنة عشان أنا بنت النادي الأهلي وعلشان دي أخلاق النادي الأهلي، إن أنت تبقى القدوة الحسنة، واللي يبدأ بحاجة سيئة مش لازم أرد بنفس الطريقة. فدي طريقتي والله ودي سلوكياتي، لكن تطلع تزايد وتقول كنت فين لما ولما، اتفرج على الحلقات بتاعتي السابقة وشوف أنا كنت فين. الحمد لله أنا موجودة على طول، لكن عفوا إن أنا أخش في حياة حد شخصية وزايد عليه، والله أهلاوي زملكاوي أيا كان جنس مليته إيه، ده ما يخصنيش خالص. حياة شخصية بتاعت بنانا دي بتاعته، وان انت تخوض في اعراض حد انا عمري ما اقبل بده وعمري ما اسمح بده علشان دي تربيتي. ربنا يكفينا شر المتلونين، وربنا يكفينا شر الكراسي. نادي الزمالك اعلن انه عنده فائض في خزنته. قبل بايام كان في حد بيتكلم وبيقول ان احنا ما عندناش فلوس، وان ممدوح عباس خد فلوسنا، وان في عصفوره واحنا مسكنا العصفوره اللي بتنقل له الاخبار. لما يطلع واحد محسوب على الاعلام الاهلاوي، كان عنده قناه على اليوتيوب وفي ناس كتيره جدا بتتابعه، انا شخصيا ما كنتش بتابعه، كان بيوصلني كده بعض المقاطع ليه، عمري ما صدقت، لان انا اسفه هقول لكم من صميم عملي البادي لانجويج وفكره ان انا اقدر اقرا الشخص اللي قدامي ده هل هو صادق ولا هو بيفيك، فانا عمري ما صدقته. ربنا كرمه وطلع على الشاشات او طلع على شاشه التلفزيون، مليون مبروك يا سيدي، ربنا يكرمك وتطلع كمان وكمان.
بس لما تبقى متلون من داي 1 يبقى عيب والله، يبقى عرفنا انت طلعت ازاي. ويقول لك احنا مالنا انت طالع وبتسال عن نادي الزمالك جاب فلوسه منين، انت مالك جاب فلوسه منين، انت اللي كده بتعمل فتنه وانت اللي كده بتعمل بلبله. ده ما كانش كلامك لما كنت ورا الشاشه الصغيره، مش هقول الشاشه الكبيره، كان كلامك غير. فهرجع واقول ربنا يكفينا شر الكراسي وربنا يكفينا شر المتلونين. الهداف التاريخي لليفربول في الشامبيونز ليج، الهداف التاريخي لكل الأندية الإنجليزية بالشامبيونز ليج، أسرع هاتريك بتاريخ الشامبيونز ليج، الهداف التاريخي الإفريقي بالشامبيونز ليج، والهداف الإفريقي التاريخي للبريمير ليج، أيضا الهداف التاريخي للبريمير ليج في موسم واحد، إنه الأسطورة المصرية محمد صلاح. ثانك يو استاذ محمد عبد الكريم او الاعلامي محمد عبد الكريم على الاحصائيه اللي عملها، لفتت نظري وحبيت اقولها بنهايه الحلقه للمشككين بمحمد صلاح والناس اللي عماله بتحاربه بلا هدف. والله انا مش عارفه ليه لما بيكون في حد ناجح الناس بتحاربه بالدرجه دي. قد تتفق او تختلف على بعض السلوكيات، او مش هقول سلوكيات، بعض البوستس اللي هو بينزلها او التصريحات بتاعته، منتاليتي بتاعته يا سيدي هو حر فيها، ولكن كلاعب كره قدم ما ينفعش واحد مصري ما يبقاش فخور ان احنا عندنا محمد صلاح. دي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير. Thank you.